صباح الخير. كان لازم تضل مع إليف، ليش اجيت؟ اشتقت لك، اشتقت لمرتي، لهيك اجيت. بلا حكي ماله طعمه. اللي عملته انت امبارح انا مستحيل اقبل فيه ارهان. سيبيل حبيبتي، انت مفكره اني انا هلا حابب كذب على عمي برهان مثلا؟ قولي لي شو؟ ايه انت مانك حابب، بس ما بعرف كيف هي إليف قدرت تقنعك. سيبيل انا عم بعمل هيك كرمال عمي برهان مو اكتر. انا ما عم قلك انه لا تكون جنبه، بس انا مو عاجبني انك تقول انك مرتبط بإليف، هالشي ما له مقبول بنوب. حبيبتي هذا الشي بس لحتى عمي برهان يطيب، وبس يوقف على رجليه ويتحسن نحن رح نحكي كل شي لعمي برهان. انا بعرف انه نيتك مالها سيئة، ايه بس انت لهلأ رافض انك تشوف وش إليف الحقيقي. سيبيل انا مالي مهتم بإليف ابدا، صدقيني والله. ايه بس ما كان مبين هيك لما حضنتك مبارح. انتي عم تظلميني هيك. مالي قدرانة اشوفك جنب إليف بنوب. سيبيل ما في شي لحتى تغاري منه بوعدك. اذا هلأ انا رحت وخبرت عمي برهان بكل شي وصار له شي بعد، انا كيف بدي اقدر اعيش حياتي بهيك ذنب؟ كيف فيكي انت تكملي حياتك كمان؟ انا بعرفك منيح وبعرف اني عم بطلب منك تعملي شي صعب، بس بترجاكي تفهميني لو سمحتي. بدي هالشي منك سبيل. بس لفترة قصيرة ما هيك؟ ايه بس لفترة، واول ما عمي برهان يوقف على حيله رح نخبره بكل شي، اول ما يتحسن فورا. اتفقنا؟ شكراً لإلك. إليف عم تتصل على أغلب كرمال عمي برهان. إيه إليف؟ طيب ماشي أنا جاي. حبيبتي بدون يطلعوا من المشفى هلأ. ماشي روح. رح أجي على الشركة أول ما وصل عمي برهان ورح أحضر الاجتماع. سيد برهان منيح هلا، بس ارجوكم لا تنسوا انكم تعملوا مراجعه ولا تخلوه يتعب ابدا. نحن رح نعمل كل شيء دكتور، لا تقلق، رح نعمل كل شيء بنقدر عليه. اي لا تقلق، نحن رح نعمل كل شيء لازم اكيد دكتور. وتذكروا الحزن والتوتر اكبر عدو للقلب، فخلينا ندير بالنا كثير منيح. بتمنى لكم يوم سعيد. شكرا كثير. شكرا. إليف انا رايح ادفع الحساب. لا تنجيت ولا الموضوع عن جد؟ اي طيب. انا مو قلقانه على حالي، قلقانه على مشكله سنين. يعني هي حابه تكون مع اردا وبالحقيقه عايشه مع ظفر، عايشه معه مثل الاسيره. حبيبتي انتو ما حكيتوا؟ انت اصلا قلتي شيء صح لظفر. صعب انك تتزوجي شخص ما بتحبيه مو هي؟ خاصه اذا في شخص تاني بقلبك. ايه بس ما في زواج حقيقي، خليهم يقضوا شوية وقت وبعدين ينفصلوا كل واحد بطريقه. على القليلة السيد برهان منيح، أكيد سنيم بتكون ارتاحت هلأ. سيبيل أنت مانك مهتمة كتير، بس إليف وإرهان حاسة في لعبة جديدة. ما بدي أفكر بالموضوع. أنا بوثق بإرهان، بس هي البنت إليف ممكن تحاول تستغل الوضع. إذا إرهان رجع يحبها لإليف أكيد أنا بعد كل هذا الشيء ما رح أقدر أتحمل أبداً. خبرتي إرهان عن هذا الزلمة اللي ما بدي أذكر اسمه بالمرة؟ أنا حتى ما بدي أفكر بالموضوع، ما خبرته. طيب طيب أنت ما رح تختبري، إرهان رجال مختلف. يلا بابا. طيب طيب لا تشدي علي كتير ولا أقسم بالله بعمل نوبة تانية. ها لا قدر الله عمي، لا تقول هيك. من اليوم وطالع رح نبلش صفحة جديدة سوا، ماشي؟ ما بقى في زعل ومشاكل ولا قلق وتعب، مفهوم؟ انتي ما غيرك ببالي حبيبتي، فليش لحتى قلق إذا كنتي منيحة؟ نحن ما في شي بيناتنا، لا تقلق على شي عمي، انت بس طيب كرمال الله، لا تاكل أهم أي شي. بابا شوي خليني حط عيون. شو هاد؟ ليك عالفاشل، استنى ما عملت منيح. اخ
ايه هيك ايه؟ ارتاح ورح روح احضر لك شغلة تاكلها بابا. ماشي حبيبتي. انت مرتاح هيك؟ انا منيح شكرا يا ابني. شغلك تلفزيون؟ لا انا رح شغله لحالي بتفرج بعدين، بس هلا ما بدي. بس بدي اسالك، السيارة اللي جبتني فيها لمين هي؟ بابا ما صار لي فرصة خبرك، انا توظفت بشغل جديد. طلع فيني، لا تدخل بشغل فاضي مثل قرصان التاكسي مرة تانية. لا تعصبني ها؟ لا لا الشغلة ابدا مو هيك، هلا عم اشتغل شوفير خاص. وعند مين انت عم تشتغل شوفير خاص؟ هات لشوف احكي لي. اهدى عمي طول بالك، هذا الحماس ما نو منيح ابدا. يلا انت قلنا شو القصة، خلصنا. ما بيسمع فورا بصير بيصرخ. انا ما عم اسمع، عم يحاول يحط الحق علي. احكي منيح بسمعك. مشان الله اهدى عمي. اردا تعال على المطبخ ساعدني شوي. يلا جاي. عم تقلي انه لازم اهدى وانه لازم ما اعصب ولازم ما اتوتر؟ ها؟ كيف بدي اعمل هيك؟ معك حق عمي، معك حق. انت لا تقلق، انا رح اعرف وين عم اشتغل، رح اجيب لك اسمه اصلا ورح اجي لعندك وخبرك كل شيء بالتفصيل الممل. تمام؟ تمام. اسمع، انا ما بوثق الا فيك. شكرا عمي. طيب ماشي، بس لولا البطاقة الحمراء كنا ربحنا المباراة. ليش؟ لأنه شبابنا كانوا طموحين. لازم يكون في بطاقتين حمر بهديك المباراة. عن شو عم تحكي عمي؟ انسى خلاص، لازم تتقبل الهزيمة. طيب إذا هذا الشيء بيساعدك أنا بتقبل إنه نحن خسرنا. خلص نحن خسرنا عمي، خسرنا. أنت ماشي. عم تقول هيك لترضيني؟ شو قصدك إذا هالشيء بيسعدني؟ أنت انهزمت، اعترف يا شيخ. ليش عم تحكي عن هي المباراة؟ وأصحابك المعجبين كمان مثلك هيك. عم تحكي حالك على الفاضي، طول بالك. ما بيعجبكم شيء؟ هي حقيقة عمي، لا بتعرفوا تلعبوا ولا شيء. بتعرف هذا الشيء خلاص. اضوي. استنوا بدي اقول شغله، لا تسكروا على الموضوع. ايرهان يلا العشاء جاهز، بتكملوا على الطاوله. بس انا لازم اروح، ما بقدر ضل على العشاء. ايرهان بابا خلاني اعمل سبانخ لانك بتحبها، كل لقمه وروح. عندي شغل الصبح، لازم اروح بكير. أنا صار لي رفيقتك من سنين وبحياتك ما عملتي لي مثل هيك عشا. هذا إرهان معناته دخل لقلبك لجوا. مع إرهان أنا عم حس بالحب مرة تانية. وشو عمل بطلنا هالمرة؟ لما رحت جيب سينيم ما كنت بعرف شو رح أعمل لو ما رح معي. يعني شو بدي أقلك؟ يمكن كنت رح خاف، بس كل شي مر بسهولة معه. بس شوي. شو عم تعملي؟ بدي ابعت له صورة. ماشي، معناها لازم روح أنا. طيب، وأنا رح جهز حالي، خليني وصلك. ابني انت ما اكلت من الصبح، خلينا نتعشى مثل الاهل. عمي كل القصه اني لازم فيه بكير. يلا لا تزعلوا، تعا قوم قوم. اعذروني هلا، انا صار لازم روح. انا ساويت شاي، اشرب كاسه. ايه ابني اشرب لك كاس شاي وبعدين في فيلم حلو رح نتفرج عليه سوا. عمي انا عندي شغل ولازم فيه بكير، هلا قلت لك من شوي. لك هاي كاس شاي، يلا حبيبتي جيبي الشاي. حاضر بابا. انا رح جيب مي. إليف بكفي، أنا لازم روح وأنت بتعرفي. أنا آسفة كتير حطيتك بهيك وضع صعب، بس أنت شايف أبي صاير كتير عاطفي وبده الناس اللي بيحبون يكونوا معهم. اشرب كاسة شاي وروح. سيبيلا عم تصعب عليك الموضوع؟ لساتها متضايقة من هالشي؟ لا أبداً،
أصلاً أنا ما كنت رح كون هون لو هي ما أنا متفهمة. فهمتني غلط، ما قصدت قلل قيمتها. أنت تضايقت من كلامي؟ لا أنا منيح، أنا منيح عن جد. الشاي جاهز؟ يلا خود الصينية ورح جيب الشاي. صباح الخير حبيبتي. حبيبتي صباح الخير، أنا جهزت لك الفطور. أي سلام إيديك، بس أنا ما باكل هيك شغلات الصبح، لسه ما بتعرف مرتك منيح ما؟ أي مزبوط معك حق، ما كنت بعرف إنه مرتي رح تعذبني كتير على شغلات صغيرة مثل هي. أنا لازم جهز حالي، عندي اجتماع. سبيل ليش ما بنفطر سوا؟ ما فينا نأجل الاجتماع شوي بس؟ لا ما بدي أجل شي، وأنت أصحك تتأخر على شغلك. طيب بما أني جهزته خلينا ناكل كم لقمة.
إرهان أنت عملت لي هالوردة؟ سامحتيني تصالحنا ولا شو؟ نحن أصلاً ما تزعلنا، بس أنا ما عاد أعمل لك عشا بقى. إيه بس هذا عقاب كبير صح؟ من اليوم ورايح أنا رح أطبخ أكلنا. أنا لازم روح على الشركة هلأ، يلا هنيك بشوفك. طيب. إيه إليف؟ لا ما بقدر مر خلال اليوم إليف، ما بعرف بلكي المساء اللي بعد ما خلص شغل بمر. خبري عمي برهان بهذا الشيء. ماشي. مثل ما قلت لك بشوفك بالشركة إذا قدرت تخلص من عائلة ديمير طبعاً. شوفك حبيبتي. شوفي قلت لي إنه في شيء ضروري. لازم أحكي معك أنسي سبيل، في قرار مهم وضروري لو سمحتي. عادي. فكرت إنه الموضوع بيتعلق بالشغل. سبيل أنا بهتم لأمرك كتير. صدقيني أنت الشيء الوحيد اللي بيهمني بهي الحياة. وبالنهاية هاي اللعبة رح تنتهي، فعلى الأقل خلينا ما نجرح بعضنا لحتى تنتهي، اتفقنا؟ خلصينا بقى، لا تمسكي حالك، هلأ صرتي رقيقة مو هيك؟ اضحكي يلا أعطيني ضحكة حلوة. تمام، أنا ما توقعت هذا الشيء وتفاجأت. ما أنا قلت لك هذا الحكي من قبل، أنا بحب فاجئك كتير سبيل كورسلان. هلأ نحن عن جد بدنا نروح شهر عسل؟ إيه يا مرتي، أنا وإنتي لحالنا لثلاث أيام. ثلاث أيام لحالنا؟ إيه ليش؟ إيه بس ما بعرف إذا رح أقدر أتحملك ثلاث أيام. كان لازم تفكري بالموضوع قبل ما توافقي. تعرف الله يعيني عليك بس تصير ختيار. منشوف بعد 30 سنة. إيه فيني استنى كل هالوقت. أي واحد؟ أي واحد قررتي قليلي؟ مدام سبيل؟ مشان الله ما تواخذني، والله مو بقصدي. ولا يهمك باسيتا، ما صار شي. هي بيقوم شو عم تعمل؟ وسخت لك يا يلا اشلحه، رح اغسل لك يا فورا. لا ما في داعي بيقوم. طيب خلص خليني اغسل لك يا. ما في داعي انا بتصرف. لو سمحت. لو سمحتي لا بيقوم خلص. لا عن جد ما بصير هيك، لازم اغسل لك يا. انت اشلحه. مو هي بيقوم خانو؟ رجاء إيه بابا. خليني صلحها. انت انتظر وانا رح خبرها. لا خلينا ما نزعجها. يا الله وين كان عقلي؟ ما في داعي بيقوم. انا كيف بعمل هيك؟ اماني ما تواخذني. وين غرفة إرهان؟ دليني عليها، بدي اشرب كاس شاي مع صهري. تمام. تعال بابا أنا رح أخذك. يلا روح. بابا شو عمل؟ جبتهم مو هيك؟ إيه ليكن جبتهم. هدول الريشات الوسخة لظفر بهالمحرمة. عظيم. هلأ هدول رح يجيبوا نتيجة. أوه بابا بابا أنت عن جد زلمة رائع. اسمعني يا ابني. حطن. اليوم رح ننهي هذا الموضوع. طبعاً طبعاً طبعاً، لقينا شاب اليوم وعطينا شوية مصاري ودعمناه ومشي الحال. وأول ما تطلع نتيجة رح يخبرونا. قالوا لي إنه بتطلع بكم ساعة، لنشوف. أنا بخبرك فوراً. إن شاء الله يا ابني إن شاء الله. خلينا ننهي هالموضوع اليوم وخلينا نطلع من هالمعمعة. رح ننتهي بابا لا تقلق. ماشي يلا أنا رايح. موفق ابني. سلام. نحن حجزنا صار عنكم جاهز ما هيك؟ فهمت عليك. تمام رح شوفك بكرة معناها. مع السلامة. معناتها لازم روح بكير مشان ضب الشناتي. سبيل انت هلأ رح تروحي على البيت ورح تجهزي شناتي كتير كبيرة ما هيك؟ ما؟ سبيل أنا برأيي شوية شورتات وكم كنزة وكم شحاطة بكفوا. طيب ماشي. فهمت عليك. معناها رح تجهزي أقل شي ثلاث شناتي. تفضل. إن
شو عم تعملي هون إليف؟ مرحبا، ما تواخذوني على الإزعاج. أبي أصر كتير إنه بده يشوف مكان شغله لأردا، وحب يشرب كاسة شاي معك. هو هون هلأ؟ إيه. لكن دير بالك على بابا برهان، وأنا رح زبط أمور شهر العسل. وينه بلا ما ننطره؟ هنن بغرفة الاجتماع. طيب يلا تمام.